باختصار اللي بيحصل انه المويه الووتر بتجري ورا الصوليوت ورا الملح. المويه بتسك الملح، المويه بتسك الملح، يعني اذا ملح طلع من الخليه برا هتطلع وراه مويه، اذا ملح طلع الدم المويه هتطلع وراه، وهكذا. الماء دائما بيجري ورا الصوليوت، الماء بيجري ورا الملح، المويه بتجري ورا الملح. ده قانون لازم يكون محفوظ وبيطبق في كل الحالات. في اي حاجه بتحصل لازم تراجع اي محلول، اي ملح يتحرك لازم تشوف يتحرك من فين لفين، وتخد في راسك انه في ميه اتحركت وراه.